بسم الله الرحمن الرحيم تا سائم بحثي أفعالي مدحو زمان كردو هر باس نعمو بأسمان هنا وتعالى كشي ليرالي وحبذا يجري مجرى نعمة يعني حبذايش بشويني بشوين جرياني نعمة أروى يعني نعمة لكيو روانة جارية أروى أمش بيوا أروى فيقال حبذا الرجل زيد يعني شاك جنسي رجل بتاي جنسي آمة بتايبت جنسي عام رجل بتايبت زيد يا وحبذا رجلا زيد يعني رجلك تميز بيه مثلا هلوكو أوي ترى كرا تميز بيه بين يا أمجا وسائج يجري مجرى بأسه سائج لزما لجي بأسه بكار أبريه أقول حبا أصله حبوب لا أصلا بضم العين بضم عينك فأدغم دواي إدغام كرا وبوتا حبا يتلا ما كان معه ثم ركب مع فاعله باشن لقل فاعلك يا مركب كراوة ذا فاعلك وتحب ذا وهو ذا لبرشي أو كارك للتخفيف لبتخفيف فصار كالكلمة الواحدة وهي كلمته ومعناه صار محبوبا جدا ومعناه كشبه بمحبوب جدي يعني محبوب صدر صد محبوب وإنما لم يجعله من أفعال مدحي أي ولا أفعال مدحي قرار ندا بل جعله جاريا مجرى النعمة بل كجار مجرى النعمة بوا لامتيازه بأمور لبرو أملا أفعال مدح جاءت بشان أمر منها أن فاعله لا يكون إلا ذا يعني فاعل حبة جغل ذا اشتيت النابي لأن الغرض أعني الإبهام في المدح يحصل به شنك أو إبهاميك لمدح كذا أبي حاصل أبي بي آخر إبهاميك هي لفاعلك يا بس النعمة الرجل تولى جنسي الرجل باشا جال دواي أو بزيد دلي أبرغ لبتاي بزيد كألا أول شو يسوت مدح زيد كي عالم بلا بلا ميتر بوجورة بيانت كردوا على ليرش دا بالي أو غرزة كبريتيا لإبهام لمدحة يعني مدحة كبمبهمي بكي وجاد واي روني كيوا حاصل أبي به بوزاي حرب فإنه من المبهمات أو جزء مبهمة كان مثلا وقت يكبو جنس وايا بو جوايا علي حبذا يعني شاك جنسي أأمة يتم بو اسم المشاركة دي أمر دواء توزيح يا دي بقى الرجل إذا الرجل لك شاهد بعدين بدليتي بزيدك كلا دواء دي ومنها أنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث إلا كالأمثال والأمثال لا تتغير أو تكاك أو نتثنيا بيتو أو زايا نجمع بيتو نمؤنس شكل حال مفرد مذكر بجوري لأنه كالأمثال وكو زرب المسألة هوايا والأمثال يزرب المسألة كاني لا تغيروا قران كريم مسألة نايا ومنها أنه أو فرق إلا فرق كان ومنها أنه لا يجب ذكر التمييز بعده ما سوى واجبني ذكر التمييز حتما بكري لدواي هو لدواي الزاو ذكر التمييز بعد فاعله قيناك التمييز هر تفسيريك بل يجوز أن يقال حبذا رجلا زيد درسه بيجي حبذا رجلا زيد وحبذا زيد إيش بيجي هتاء الرجل إيش يبغى يري بخلاف نعمة فإنه يجب ذلك وواجب حتما به أو فاعل لدواء ذكره أقل من الجواب التمييز وبيني بره فإنه يجب ذلك فيه لأن الفاعل في حبذا مذكور وفي نعمة مستتر شنك فاعل حبذا مذكور كبير ذاك والنعمة مستتر فجعل ذكر التمييز في نعمة كالبدل عنه فالذكر تميز كالنعمة ذاك راوا أو مثلا على نعمة رجلا وبدل وايا لبري أو اسم مرفوع كتب ونعمة ديني وهذا الاستعمال أم استعمال أعني حبذا الرجل زيدا زيد إنما هو عندما لم يجعل ذا فاعلا أو لا يكسيك كوا زايب فاعل دانا نيابي أين ناهي حبذا الرجل بناء على أنه صار كالجزء بالتركيب بيالة الأوى أو زايا وبو تركيب تيقلبونا وجزء لهاتبه فخرج عن الفاعل الفاعل لا تشوبيتتو هل يجي حبذا فعلك الأفعال مدح الرجل فاعلك يتي أو اختأ أو تركيبك حالبي فخرج عن الفاعل وأما من يجعل ذا فاعلا
أما أو كذا كذا أكاب فاعل فلا يأتي بعده بلفظة الرجل. لفظ الرجل بدوها نايري لأن الفاعل لا يكون إلا واحد. شو الفاعل هذا ليك به؟ وساء يجري مجرى بئس وكو ساء الرجل زيدون زيدون وساء مثلا القوم يعني فاعلك هو يا وبو مثلا كتمييز تفسير كرتو القوم مخصوصة وإنما لم يجعله من أفعال الذم بوشي مثلا ساء أيشي نكر بأفعال الذم بل كوتي وكو بئس وايا لأنه ربما يستعمل من غير استعمالي استعمالي بئس شكا زور جاري وهي استعمال ذكري بالي او ساعي او ساعي استعمال بغير استعمال بئس ما انشاء ذمي بيناكري لغير انشاء ذم بكاري فيقال في الخبر مثلا خبر وغير انشاء الله ساءني فلان يعني فلان كزمني نقران كر بمعنى نقيري سرني نقيري سرني سرني يعني خوش حالي كر ولي او يعني شيء يعني داغدار بيك بخلاف بئس بئس مش مو مدح بو زمه فانه لا يستعمل الا في الانشاء الا لانشاء زمان به بوشتيت المكان هذا توجبين كاكا امش بدل بوجه بسيت موفق.